العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معكم إيهاب إسماعيل أحمد إسماعيل، دكتور إحصاء ومحاضر إقتصاد. حصل على دكتوراه الإحصاء بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا في أمريكا، وماجستير الإحصاء من كلية الدراسات والبحوث الإحصائية جامعة القاهرة. تم الانضمام لكادر هيئة التدريس كدكتور إحصاء بجامعة باشن العالمية في أمريكا. شرح بإذن الله الرياضيات والإحصاء والاقتصاد والمحاسبة والبحث العلمي، وأيضا دورات في التحليل الإحصائي برنامج SPSS، وأيضا البرمجة الإحصائية R. والسلام عليكم.